لابد أن نعمل استعداد للقلب، أن نعد القلب لرفع الأعمال من الآن. نعم من الآن، لا يصل رمضان إلا وقد أخرجت الغرماء، ومن كنت تخاصمهم أخرجتهم من قلبك، إنهم السجناء الذين يمنعونك من رفع عملك. بعضنا رمضان الماضي ما رفع إلى الآن، والسبب قلبه، به غل على مؤمن أو قطع مسلما أو هجر أو قطع رحما. أخرج هذه الكبائر، بل أخرج هذه الأكماء، أخرج هذه السرطانات، استأصل هذه الأورام، أوقف نزيف الحسنات من اليوم، صالحهم، اصفح عنهم، بل واستغفر لهم، وطهر قلبك، لأنك إذا أقبلت على رمضان بهذا القلب الذي امتلأ حباً للآثام أو غلاً على المؤمنين، لربما ما استفدت من رمضان، وهو مدرسة يتخرج الناس منها كيوم وقد أعتقوا من النار. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه كذلك، ومن تحرى ليلة القدر كذلك. هذه الأجور العظيمة اللي يجعل بعضنا لا يتلذذ بها قلبه المريض، هذا القلب الذي نحتاج من اليوم عمل صنفرة وغسيل عاجل وفرمته عاجلة حتى يبقى القلب طاهرا. لأن بعضنا أحبابي مسكين والله، يمر عليه رمضان بعد رمضان، ومواسم العتق من النيران، كل موسم بعده موسم، ولا زال أسير للأحقاد والضغائن. طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر حرام، طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر البذر، وأنت في شهر الغراس. لو أن إنساناً أراد أيها الأحباب، يرى الناس وهم يبذرون وما بذر، ويراهم وهم يسقون وما سقى، ويراهم يوم أن جنوا فتحسر، يا ليتني معهم، أعطونا البذور وأعطونا الماء. الله يمسيك بالخير يا أبو فلان، راحت الموسم، راح والبذرة انتهت. وبعضنا إذا بذرت في رمضان وحاولت أن تسقي في رمضان، لو أنبتت شجرة رمضان فإنها تنتج ثمارا لا تؤكل. تلاحظون بعض الثمار فيها حموضة ولا تستوي، لأن وقتها لم يكن وقت البذر ولا وقت الغراس. لذلك استعد يا عبد الله. وهنا همسة في أذنك يا عبد الله، هل كل الذين الآن سنصلي عليهم الآن، أسأل الله أن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم، وأن يعتقهم من النار، وأن يمد في قبورهم مد أبصارهم، وأن يجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أليس كان من أمانيهم أن يبلغوا رمضان؟ وكم من إنسان لربما معنا الآن يصلي الآن ويسمع إلى الموعظة، لربما ربي ما كتب له أن يدرك رمضان، فلا أقل من أن تستعد له، وأن تشتاق له، وأن تعمل صيانة للقلب قبل أن تصل إليه، وأن تبدأ بحركات بتدريب نفسك على الطاعات، وأن تخرج من قلبك كل السجناء، وأن تسأل الله أن يبلغك رمضان. فلو لم تبلغه لعل النية الصالحة هذه تبلغك أجرا عظيما لا تبلغه بعملك.